بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج حوارات. يسعدنا استضافة الأستاذ محمد إلهامي من مصر، باحث ومتخصص في التاريخ الإسلامي. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا بك أخ زي أبو زيان وبجميع أهل الجزائر الكرام. مرحبا بك أستاذ. الأستاذ محمد متخصص في التاريخ الإسلامي، صدر لك العديد من المؤلفات، آخرهم كتاب في أروقة التاريخ. لفت انتباهي يعني من بين المواضيع اللي تناولتها موضوع الدولة الوظيفية. يمكن أن نختار حلقة هذا العدد، كلمنا أستاذ في البداية عن الدولة الوظيفية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بداية، مصطلح الدولة الوظيفية هو يعني مصطلح مستحدث معاصر، هو يعبر عن ظاهرة أن بعض الدول ليست لها سيادة في نفسها، وإنما هي موجودة للقيام بأدوار تخدم بها غيرها. وأشهر أمثلة على ذلك هي يعني حالتنا العربية للأسف الشديد، لأنه الدول العربية التي الدول القطرية المعاصرة يعني التي هي مقسمة ومتجزئة، هذه الدول هي فعليا لا تزال تحت الاحتلال ولا تزال تحت الهيمنة الغربية، فأجهزتها وسياستها واقتصادها إنما هو يؤدي وظيفة لخدمة الدول المستعمرة. الاحتلال لم ينتهي يعني بزوال الاحتلال الرسمي، وإنما ظلت الدول المحتلة تقيدنا باتفاقيات وبنفوذ وهيمنة وسيطرة على الجيوش وأجهزة الأمن والاقتصاد والإعلام والثقافة. ولذلك تجد أن الطبقة الحاكمة لا تعبر عن الشعوب، وفي اللحظة التي تتمكن فيها الشعوب من إجراء انتخابات تحدث انقلابات على هذا الاختيار، لأنه هذا لا يوافق الرغبة الاستعمارية، رغبة الاحتلال. فلأجل هذا الدولة الوظيفية هي الدولة التي وجودها يساوي قيامها بوظيفة لخدمة القوى المهيمنة عليها. ويمكن أن يقال أيضا أن إسرائيل نفسها دولة وظيفية، يعني إسرائيل من جهة، الأنظمة العربية بالذات الأنظمة الطوق التي حولها هي دول وظيفية لصالح إسرائيل، إسرائيل نفسها دولة وظيفية لصالح الحضارة الغربية. وهذا التنظير الأساسي للمفكر المصري المعروف عبد الوهاب المسيري، كان يسمي إسرائيل دولة وظيفية، بمعنى أنها مجرد قاعدة عسكرية وأمنية متقدمة للحضارة الغربية. لأنه أنت إذا تخيلت العالم العربي أو تخيلت عدم وجود إسرائيل، سيكون الاحتكاك العربي الغربي مباشرة، بينما وجود إسرائيل يعطي خط دفاع أول عن الحضارة الغربية وخط هجوم أول في قلب العالم العربي. فإسرائيل هي دولة وظيفية للحضارة الغربية، تمثل قاعدة عسكرية وأمنية متقدمة، خط دفاع متقدم، خط هجوم متقدم أيضا، وتخلص الحضارة الغربية من المسألة اليهودية التي سببت لها المشكلات في القرون الوسطى وبداية العصر الحديث. فلأنه الدولة الوظيفية من علاماتها أنها لا تستطيع الحياة بمفردها، لابد أنها دائما تعيش على مدد ودعم ورعاية قوة خارجة عنها. وحتى يعني لعلك تذكر ترامب وهو يتحدث عن دول الخليج، يقول هذه الدول لو رفعنا أيدينا عنها تسقط خلال أسبوع. صح. هذا هو التعبير عن الدولة الوظيفية، دولة لا تتمكن من الحياة بنفسها، ليست لديها الموارد التي تستطيع أن تكون بها دولة حقيقية ذات قوة مستقلة، وإنما هي تعيش بموازنات القوى الدولية أو بدعم وإمداد ورعاية قوة مهيمنة عليها. فتجد أن مواقفها السياسية ومواردها الاقتصادية وسياساتها
تصب في مصلحة الدولة المهيمنة عليه. هذا يعني باختصار مسألة الدولة الوظيفية. طيب أستاذ، في الدول العربية ممكن تقول لنا أمثلة على الدول الوظيفية في الوطن العربي أو حتى على المستوى العالمي؟ هو يعني كل الدول العربية الآن هي دول وظيفية الحقيقة، لا تستطيع أن تقول إن هناك دولة عربية تملك قرارها، يعني دولة تستطيع أن يكون لها قرارها المستقل الذي تواجه به القوى الدولية، هذا غير موجود. فدولنا العربية هي في الحقيقة يعني ترس أو جزء من المنظومة المهيمنة عليها. ولذلك تجد أنه يعني أنت إذا، أنا أتكلم عن مصر باعتباري مصري، يعني أنت إذا نظرت إلى الدولة المصرية جهازها الإداري ستجد أنه الجيش المصري مثلا يستقبل معونات أمريكية دائما، وتسلحه أمريكي، تدريبه أمريكي، الخبراء الذين فيه أمريكان، أعضاؤه درسوا في أمريكا وأخذوا منها الشهادات. نفس الكلام جهازه الأمني، جهازه الأمني سجل الخبراء الذي فيه أمريكان، وهو يتلقى تدريباته واستشاراته من أمريكا ودوراته في أمريكا. الأسلحة التي يجهز بها أسلحة أمريكية. تأتي إلى الاقتصاد تجد المنتجات الأمريكية هي التي تسيطر على السوق المصري، لا تستطيع الصناعة المصرية أن تنافس الصناعة الأمريكية. يعني تدخل مصر ضمن منظومة اتفاقيات التجارة الدولية التي تمنعها من إنشاء صناعات مستقلة وتجعلها مجرد سوق لإنتاج المواد الخام الذي يصنع في الدول الغربية ويعود بأغلى الأثمان، وسوق لاستهلاك المنتجات الغربية. ثم يعني العقيدة التي تسيطر على الدولة أو الوجهة التي تسيطر على الدولة، العقيدة القتالية للجيش، العقيدة القتالية، العقيدة الأمنية التي تسيطر على أجهزة الأمن، العقيدة التي تتحكم في الرؤية الثقافية والفكرية للنخبة المصرية الحاكمة، هي كلها عقيدة أمريكية. وأنا يعني مما كررته كثيرا ولا يمكن أن أنساه إنه السفيرة الأمريكية السابقة في مصر أن باترسون، والتي كانت راعية الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، هذه كانت في جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، ويعني يسألونها إنه هل نستمر بالدعم للجيش المصري أم لا، فقالت يعني يا سيد الرئيس لا نريد أن نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه سابقا في باكستان. فلما باكستان نفذ الجيش هناك انقلاب عسكري ومنعنا عنهم الدعم، اضطروا إلى الذهاب إلى الاتحاد السوفيتي، فنشأ جيل من العسكريين الباكستان يعني يحملون قيم الاتحاد السوفيتي، بينما نحن لدينا جيل في مصر من العسكريين يتشرب الثقافة الأمريكية. هذا هو معنى الاحتلال الحقيقي، بل هو احتلال أقل كلفة. يعني بدلا أن يأتي الأمريكان بأسلحتهم وجيوشهم، يكفيهم أن يصنعوا من يحكموننا على مثالهم وفق تصورهم وعقيدتهم، فيكون الذي فينا يعني أمريكي الروح والقلب والعقل والهوى وإن كان بجلدنا. وهذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني الاحتلال الحقيقي هو أن تتمكن الدول المهيمنة من أن تصنع أناسا حاكمين على مثالهم، على وفق عقيدتهم وتصوراتهم، وهذا هو الحاصل في الدول العربية. ولذلك أنت تجد الدول العربية الآن ما بين نفوذ أمريكي ونفوذ فرنسي، يعني لا تجد دولة عربية يعني لديها الاعتزاز العروبي والإسلامي ويعني حملها لهذه الرسالة. فالحقيقة أن دولنا العربية سائرها دول وظيفية، وحتى الدول التي تتكلم في الممانعة، يعني حتى الدول التي ترفع شعار الممانعة للاستهلاك الإعلامي، مما لا أنسى أيضا أنه رامي مخلوف يعني أراد أن يحذر من انهيار النظام السوري، فقال إنه انهيار النظام السوري يساوي سقوط إسرائيل. فهناك هذه الأنظمة بالذات، الأنظمة التي تحيط بإسرائيل، تعرف أن وظيفتها الأولى هي حماية إسرائيل. ولذلك يمكن أن تنظر في أي دولة من هذه الدول أشد حدودها أمنا
واستقرارا هي حدودها مع إسرائيل، بينما قد تكون حدودها مع بقية الدول العربية حدود منفلتة أو يعني يمكن التسلل منها وهكذا. هذا هو معنى الدولة الوظيفية ونموذجها في عالمنا العربي. أحد أهم معالم أن دولنا دول وظيفية أننا جميعا ننتظر قرار مجلس الأمن في أي قضية من القضايا. يعني يجلس الرؤساء العرب وتجلس الشعوب العربية أمام التلفاز لكي ترى ماذا سيقرر مجلس الأمن في شأنهم وفي قضاياهم. هذا من أشد وأوضح معالم أن هذه الدول ليست دولا على الحقيقة، ليس لها القدرة على التصرف في نفسها. ويعني حالتنا العربية المريرة كلها يعني علامات توضح هذه الفكرة. طيب كيف ترعى هذه الدول العربية وكيف تحمي إسرائيل؟ شوف أنا سأذكر لك واقعة تاريخية قد تفسر هذا الموضوع. بعد انتهاء الحروب الصليبية الكنيسة الرومانية الرومية في الفاتيكان كلفت مؤرخ إيطالي اسمه مارينو ساوندو تورسيلو، كلفته بكتابة تاريخ للحروب الصليبية. والرجل فعلا بذل مجهود كبير وكتب تاريخ الحروب الصليبية في 12 مجلدا. وفي المجلد 13 يعني وضع توصياته لماذا ينبغي أن تفعل الدول الغربية إذا أرادت أن تغزو الشرق مرة أخرى. هذا المجلد 13 هو ترجم إلى العربية، ماذا يقول فيه؟ يقول إنه إذا أردنا أن نغزو الشرق مرة أخرى فينبغي أن تكون البداية بمصر وليس بالشام، لأنه نحن لما غزونا الشام كانت مصر وراء ظهورنا تستطيع أن تمد الشام بالمال والرجال، وهذا أمر اكتشفه الصليبيون منذ الحملة الصليبية الخامسة. تعرف الحملات الصليبية المشهورة والكبرى 8 حملات، فكانت الأولى على الشام وهي التي أسست الممالك الصليبية، الثانية كانت حملة فاشلة تصدى لها نور الدين زنكي، والثالثة كانت الحملة التي تصدى لها صلاح الدين الأيوبي التي جاءت بريتشارد قلب الأسد، الرابعة انحرفت عن طريقها ودخلت في عراك مع الدولة البيزنطية، فالخامسة حينما جاءت إلى مصر لم تأتي إلى الشام، لأنه كان الصراع على مصر هو صراع بين الدولة الزنكية والصليبيين، أيهما يسبق إلى مصر سيستطيع أن يحصل قوة يغلب بها الآخر، فسبق إليها الزنكيون بقائدهم صلاح الدين الأيوبي، وبالتالي بمجرد أن توحدت مصر والشام صار القضاء على الصليبيين مسألة وقت. فمنذ الحملة الصليبية الخامسة جاءت إلى مصر، ثم الحملة الصليبية السادسة لظروف يعني لظروف لا يتسع لها الوقت الآن، لكن القصد أن الحملة الصليبية السادسة تفاهمت مع سلطان مصر لتسليم بيت المقدس، والحملة السابعة جاءت على مصر أيضا. فهذا المؤرخ مارينو ساوندو تورسيلو كتب أنه إذا أردنا أن نغزو الشرق مرة أخرى فينبغي أن نبدأ بمصر، وهذا ما نفذته أوروبا في الموجة الثانية من الحملات الصليبية. فجاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون إلى مصر وليس إلى الشام، ومن مصر حاولت احتلال الشام، وجاء الاحتلال الإنجليزي إلى مصر، ومن مصر تم احتلال الشام. فهنا لو أنك نظرت في تاريخ إنشاء إسرائيل ستجد أن الدول العربية المحيطة بإسرائيل احتلت قبل إسرائيل، قبل إنشاء إسرائيل، لكي تقوم الدولة وسط حاضنة من الحماية والرعاية. يعني انظر في دول الطوق في ذلك الوقت تجدها كلها تحت النفوذ الأجنبي، بل إنه دولة مثل الأردن هذه صنعت صناعة لكي توفر يعني الخط الدفاعي المتقدم عن إسرائيل. فالدول العربية نشأت لحماية إسرائيل وفقا لهذا المخطط الغربي القديم الذي أحكيه لك منذ انتهاء الحروب الصليبية، وهي تظل حتى الآن
المعركة التي بين الشعوب وبين هذه الأنظمة هي معركة تحرر واستقلال. يعني بمجرد مثلا أن حصلت ثورات الربيع العربي تجد الميادين في مصر وليبيا وسوريا واليمن كله يهتف بفلسطين، وتجد أكثر من ارتعبوا هم الإسرائيليون، يشعرون أن دولتهم مهددة، إنه إذا هذه الشعوب ثارت وتحركت واستطاعت أن تملك قرارها فأول التهديد هو أن يكون عليهم. يعني فالحقيقة إنه كان عندنا في مصر مفكر معروف ومشهور اسمه الدكتور جمال حمدان، هو وليس إسلاميا بالمناسبة، جمال حمدان ليس إسلاميا وإنما يعني يحسب على التيار القومي أو اليساري. جمال حمدان كان يقول إنه عقدة العالم كله هو في إسرائيل، لأنه العالم ينقسم إلى بلاد احتلالية وبلاد محتلة، والعالم الغربي احتلالي ويستنزف بقية ثروات الشعوب، ومصير هذه المعركة، مصير العالم، مصير الاستعمار العالمي متوقف على المعركة التي بين العالم المحتل والعالم الذي يحتله. وأصل هذه المعركة هو في الصراع العربي الإسرائيلي، لأنه إسرائيل هي ممثلة الدول الاحتلالية ويعني موجودة في قلب العالم العربي الذي يمثل قلب المقاومة لهذا الاحتلال. فعنده أن الصراع العربي الإسرائيلي هو العقدة التي يتمحور حولها الصراع العالمي كله، ولذلك يعني أي تغير في خرائط الأمن في الشرق الأوسط يساوي مباشرة التفكير في مصير إسرائيل. ولأجل هذا يحرص الجميع على أن تظل هذه الشعوب موجودة تحت هذه الأنظمة التي تناسبهم. نعم، وأي خروج يواجه مباشرة بانقلابات عسكرية وبمحاولات إفشال. طيب، ممكن أستاذ تعطينا نماذج عن دول وظيفية غير عربية حاولت التحرر يعني من هذه السنة؟ دعنا نقول بداية إنه الخريطة الموجودة في العالم للدول الصغيرة والدول الكبيرة هذه ربما تعد خريطة وهمية في الواقع. الواقع أن العالم هو مجموعة من مناطق النفوذ، مناطق القوة، وظل هذا يعني بدأ هذا الصراع العالمي منذ بداية عصور الاحتلال التي بدأت مع الإسبان والبرتغاليين حينما داروا حول رأس الرجاء الصالح واكتشفوا الأمريكتين، وصارت هذه الدول الواسعة في إفريقيا وأسيا وأمريكا تجتذب الأطماع الأوروبية، لأن هذه الدول كانت أضعف في الميزان العسكري. فلذلك انطلق الإسبان والبرتغال ثم الإنجليز والفرنسيين. فأنت إذا نظرت مثلا إلى القرن التاسع عشر ستجد كل العالم هو موزع بين النفوذ الإنجليزي والفرنسي وبعض النفوذ الإيطالي والبلجيكي والهولندي بحسب المناطق التي احتلوها. ثم تغير هذا مع الحرب العالمية الأولى، مع الحرب العالمية الثانية، ظهر القطبان الكبيران الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وكان لكل منهما مناطق نفوذ. ثم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينات لم يعد في العالم إلا القطب الواحد كما يسمونه، ومحاولة إنشاء النظام العالمي الذي يندرج كل ذلك تحته وفي سياقه. فتستطيع القول أن كل دولة لا يمكنها إدارة سياسة مستقلة تعبر عنها هي بمعنى أو بآخر دولة وظيفية. فكلما ضعفت الدولة، سواء ضعفت من ناحية الجغرافيا أو من ناحية الموارد البشرية أو من ناحية الموارد الاقتصادية، كلما كانت الدولة أكثر وظيفية. يعني كلما قلت مساحة الدولة هذه علامة أن تكون دولة وظيفية، كلما قل أعدادها، أعداد البشر فيها، كان هذا علامة على أنها دولة وظيفية. قلت أموالها كذلك، كان هذا علامة على أنها دولة وظيفية، لأنها لا تعيش إلا بإسناد سياسي خارج عنها، وبالتالي تدفع ثمن هذه الحياة من مواقفها ومواردها. وأنت تدري يعني ترامب يستصفي أموال الدول بدعوى أنه يحميهم، وأنه لو رفع أيديهم يده عنه
فلن تكون لن تقوم لهم قائمة. فلأجل هذا تستطيع أن تقول إنه كل دولة لا تملك بنفسها أن تخط سياسة مستقلة هي أقرب إلى أن تكون دولة وظيفية في ظل هذا النظام العالمي الذي يهيمن والذي لا يريد لأحد أن ينفلت منه. ولذلك حتى هم اخترعوا مصطلح الدولة المارقة، يعني دولة تخرج من النظام، دولة تمرق من النظام. وهذا طبعا فيه مؤلفات كثيرة، لعله من أشهرها كتاب الدولة المارقة بتاع نعوم تشومسكي، فيه هذا المعنى. طيب كيف تعتبر تركيا أستاذ؟ هل نعتبر تركيا الحالية هي دولة وظيفية؟ تركيا الآن تحاول أن تخرج من الوظيفية إلى أن تكون دولة مستقلة، ولذلك فهي في مرحلة الحرب والمواجهة ووضع العراقيل والإفشال والانقلابات العسكرية. لأنه تركيا أحد مزاياها وأحد نقاط ضعفها هو موقعها الجغرافي، تركيا في قلب العالم. فلذلك الذي في قلب العالم هذا إما أن يكون قوة وإما أن يكون مسرحا لصراع الأقوياء، لأنه موقع مهم. فلذلك لما كانت الدولة العثمانية دولة قوية كان موقعها الجغرافي إضافة لقوتها، تستطيع أن تغلق البوسفور، تحبس كل الدول التي شمال البحر الأسود، لا يمكن بقوتها، يزيدها هذا قوة. طيب حيث كانت ضعيفة فتركيا تتحول إلى مسرح لصراع الأقوياء، تجد أغلب أجهزة الأمن تعمل على تركيا والمخابرات والاغتيالات، وتجد أمريكا إذا أرادت أن تهدد الاتحاد السوفيتي تنصب الصواريخ في تركيا وتتخذ القواعد العسكرية في تركيا مثلا. فتركيا الآن تحاول أن تخرج من كونها دولة وظيفية إلى كونها دولة مستقلة. وأنا أتذكر حتى في الانتخابات التركية الأخيرة كان يعني منافس أردوغان محرم إنجا كان يقول إنه هذا الرجل، يقصد أردوغان، أثار عداوات لتركيا، الآن تركيا لها عداوات كثيرة مع أطراف كثيرة. وكان من ذكاء أردوغان أنه رد عليه فقال نعم تركيا لم يكن لها سابقا أعداء لأن أعداءها كانوا يحكمونها، أما الآن فهي تحاول النهوض ولذلك يكون لها أعداء. فهذه هي المرحلة التي لابد أن يحدث فيها صراع طويل ومرير للخروج من الهيمنة. ولذلك تجد مثلا في تركيا حدثت محاولات لإثارة قلاقل شعبية أولا، ثم حصلت محاولات انقلاب عسكري، ثم حصلت محاولات اغتيال أيضا لأردوغان، ثم الآن في اللحظة التي نتكلم فيها هناك الضغط الاقتصادي. وأقول لك لا ينتهي هذا الأمر إلا بحرب، يعني لا يمكن أن ينتهي هذا الأمر إلا بحرب. فإن استطاعت تركيا أن تخرج منها منتصرة فهنا بدأ الاستقلال، وإذا لم تستطع فستكون تجربة يعني غير مكتملة من تجارب التحرر. لأنه اللحظة التي يعترف فيها عدوك بك هي اللحظة التي يعجز فيها عن إقصائك وإفنائك. وهذا متى كان مثلا نستفيده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في غزوة الخندق، يعني غزوة الخندق هي اللحظة التي جمع فيها المشركون كافة القدرات التي يستطيعونها لإنهاء دولة الإسلام واجتياحها، ولم تكن الأعداد أعداد المسلمين قادرة على المواجهة. فلذلك كانت الخطة العبقرية هي خطة الخندق الذي يمنعهم من الاجتياح. فلما عجزوا عن اجتياحها في أكبر ذروتهم هنا تبدأ الدولة الإسلامية مرحلة الأمان. فلذلك بمجرد ما انتهت غزوة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني خلاص ذهبت مرحلة التهديد الذي يعني يواجه الدولة وبدأت مرحلة الاستقرار والنهوض. ومن بعدها وقع النبي صلح الحديبية سنة 6 للهجرة، يعني غزوة الأحزاب كانت 5 للهجرة وصلح الحديبية 6 للهجرة. صلح الحديبية هذا بمثابة الاعتراف الدولي الآن، إنه حصل اعتراف بالدولة الإسلامية بمحمد صلى الله عليه وسلم، صار يوقع العهود وصار يمكن للعرب أن يدخلوا في حلفه. فمتى يمكن أن توقع المعاهدة؟ حين يعجز عن الاقتحام. فلا يمكن أن تنتهي
قصة أي دولة إسلامية أو قصة أي دولة تريد أن تتحرر لا يمكن أن تنتهي إلا بحرب يعجز فيها عدوها عن إفنائها. في ذلك الوقت تبدأ مرحلة الاستقرار والاستقلال والنهوض. ولكن هم الآن يحاولون فيما قبل هذا من خلال الانقلابات العسكرية والاغتيالات وهكذا، وهذا كلام يعني لا أقوله على سبيل التحليل، أيضا هذا كلام مبثوث في كتبهم. يعني جون بيركنز له كتابه المشهور الاغتيال الاقتصادي للأمم، يقول إنه السيطرة الغربية على الدول الضعيفة تمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى نحن كخبراء اقتصاديين نضع البرامج الاقتصادية لهذه الدول التي تجعلها تدخل في دوامة من الاقتراضات التي لا يمكن أن تسددها، ثم تأسر مواقفها السياسية وتصير تابعة لنا. طيب، فإن لم نفلح وواجهنا حكام وطنيون رفضوا الانخراط ضمن هذه المنظومة، فهنا تبدأ عمليات الاغتيال لهؤلاء الوطنيين. وضرب أمثلة بالذين اغتالوهم في أمريكا اللاتينية، عمر ترخوس ويعني الليندي وغيرهم. فإذا لم تفلح الاغتيالات بدأت الحروب، وضرب مثل بالعراق لأنه لم يستطيعوا اغتياله، فتأتي الجيوش لكي تعيد الدولة التي المقصودة إلى الهيمنة الأمريكية. فهذا كلام هم كتبوه، وحتى في كتاب جورج فريدمان المائة عام القادمة، وهذا كتاب صدر 2009 يعني قبل الثورات، يقول إنه القوة الناهضة التي يتوقع أن يكون بينها وبين أمريكا حرب هي تركيا. وتوقع هو أن تكون الحرب العالمية الرابعة بين تركيا وحلف من القوى التي ستخرج، طبعا كان قدر أن تكون المكسيك وبولندا لأمور أخرى، الآن ما أريد أن أخرج عن الموضوع. لكن القصد هنا أنه أي خروج، أي نهضة، أي قوة لابد أن تقابل بحرب لكي تعود مرة أخرى إلى الهيمنة، وإلا فتبدأ وكان صمويل هنتينغتون أيضا في كتابه صدام الحضارات، وهذا صدر مطلع التسعينيات، حين تكلم عن أنه العالم ينقسم إلى حضارات، واعترف بأن الأزمة الكبرى ستكون مع الحضارة الإسلامية، وقال من الدولة التي يمكن أن تمثل المركز للحضارة الإسلامية، ذكر بعض الدول، ثم في النهاية استقر على أن تركيا هي المرشح أن تكون الدولة المركز في الحضارة الإسلامية. فلأجل هذا يعني الأقدار تسوق تركيا إلى يعني أي محاولة استقلال تساوي مباشرة الدخول في مواجهة مع القوى المحتلة المهيمنة، ونتيجة هذه المعركة هي التي تحدد هل نصل إلى الاستقلال أم نعود مرة أخرى إلى الهيمنة. بارك الله فيك أستاذ. فاصل قصير ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، نعود بكم مجددا للجزء الثاني من حلقة اليوم، والأستاذ محمد إلهامي. أهلا وسهلا أستاذ مرة أخرى. أهلا بك أخي بزيان. طيب أستاذ، هذه الدول يعني تقريبا يخيل أن شعوبها غير واعية تماما، كيف استطاعت أن تسوق لنفسها وسط هذه الشعوب؟ طبعا جزاكم الله خيرا، هذا سؤال في غاية الأهمية، والإجابة عنه تطول أيضا، لكن دعنا نقول بالخلاصة. هناك عالم اجتماع معروف اسمه بنديكت أندرسون، هذا كانت له فكرة يعني تحولت إلى عمل، وتعتبر الآن من الأعمال الرائدة يعني في عالم الاجتماع السياسي، اسمه الجماعات المتخيلة. الجماعات المتخيلة يعني إيه؟ هو يقول أن هذه الدول صنعت هويات زائفة للشعوب التي في داخلها. يعني لو جئنا لمرحلة ما قبل الاستعمار وما قبل نشأة الدولة الوطنية القومية، وسألت الجزائري أو سألت المصري، سألت الشامي، سألت العراقي، كيف تعرف نفسك؟ فهو يقول أنا مسلم. الهوية المهيمنة عليه السابقة إلى ذهنه أنه يعرف نفسه بإيه؟ بأنه مسلم.
فإذا عرف نفسه على أنه عراقي أو حجازي أو مصري فهذا أمر فرعي، يعني كما مثلا نقول نحن في مصر هذا من اسكندرية، هذا من الصعيد، هذا كما تقول عندكم في الجزائر مثلا هذا من العاصمة، هذا من قسنطينة، أمر لا يخدش الهوية الكبرى. أما الدول القومية حين نشأت فهي أرادت أن تصنع هوية تجعل هؤلاء السكان الذين في هذه الحدود من الأرض اسمهم مصريون، اسمهم عراقيون، اسمهم جزائريون، اسمه لو ابتعد الفرد عنها مترا واحدا صار هوية أخرى. يعني مثلا بالنسبة لمصر تجد التشابه الذي بين أهل أسوان وأهل السودان أكثر بكثير من التشابه الذي بين أهل أسوان وأهل مرسى مطروح، لكن الدولة تفرض هوية تجعل هذا يعرف نفسه كمصري وهذا يعرف نفسه كمصري، وهذا سوداني ليس منا، أو هذا ليبي أيضا ليس منا، لأنه حتى إن حدود الاستعمار قسمت أحيانا نفس المدن. يعني عندنا في مصر مدينة رفح هذه قسمها الاستعمار، فصار هناك رفح مصرية ورفح فلسطينية، وصار هذا يعني وهم أبناء عم وقد يكونوا إخوة وقد يكونوا من يعني أشقاء، ومع ذلك وجد هذا نفسه مصريا ووجد هذا نفسه فلسطينيا. كيف هذه الدول صنعت هذه الهوية بالقسر والقهر؟ لم تصنعها، يعني هذه الهوية ليست تعبيرا حقيقيا عن الناس، هذه تعبير عن السلطة، عن إرادة السلطة. فلأجل هذا كيف صنعتها؟ صنعتها بأشياء كثيرة، منها التعداد السكاني. بندكت أندرسون يعني يحدد ثلاثة أشياء رئيسية، يقول بالمطبعة، المطبعة يعني وسيلة الإعلام، يعني أنا عندي مطبعة تطبع جرائد وصحف، أو عندي إذاعة وتلفزيون تخاطب المصريين فتصنع لهم هوية متخيلة، هي ليست هوية حقيقية. وبالتعداد السكاني نحن الدولة تقول عند هذا الحد يقف اهتمامنا بالناس، فأنت طالما في هذه القرية صرت مصريا وتسجل في السجلات المصرية، لكن بعد هذا الحد لست منا. فالتعداد الذي تصنعه الدولة لنفسها هو تعداد يصنع هذه الهوية. وبالمتحف يعني التاريخ، تصنع الدولة القومية لنفسها تاريخا. فمثلا حين تدرس التاريخ المصري سواء في المدارس أو في الجامعات لا نبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ من الفراعنة. إذن هنا اختلفت الهوية، صارت هويتنا كمصريين تبدأ من الفراعنة. ولذلك حتى يعني حتى لو فازوا في مباراة كرة قدم يرى هؤلاء الفراعنة وأبناء الفراعنة، رغم أن الفراعنة مذمومون في كتاب الله. يعني نحن بالمنطق الوطني المفترض أن نتعاطف مع فرعون ضد موسى، تمام. فلكن فالدول كل دولة لكي تحكم سيطرتها وتصنع هويتها تؤلف تاريخا يخدمها، إما أن تنبش عنه في فترة ما قبل الإسلام، ولذلك أغلب الذين نبشوا تاريخ ما قبل الإسلام كانوا مستشرقين لم يكونوا مسلمين، لأنهم أرادوا صناعة الهوية القطرية التجزئية في بلادنا. فهي تصنع هويتها فتؤلف تاريخا إن لم تجد تاريخا تنبشه. يعني حتى هنا في تركيا مثلا، هنا في تركيا أعيد كتابة تاريخ تركيا بعد سقوط الخلافة، لأن السلطة الجديدة أرادت أن تتخلص من عبء الخلافة وإرث الخلافة وهوية الخلافة، أرادت أن تصنع الجمهورية التركية، فألفت تاريخا لتركيا تاريخا جديدا، تولت كتابته ابنة مصطفى كمال بالتبني اسمها عفة إنان، وهذه كانت تلميذة لمؤرخ نمساوي اسمه جيم بيتارد، وهذا المؤرخ كان مؤرخ قومي يرى أن حركة التاريخ هو صراع الأجناس العليا مع الأجناس الدنيا، نظرة عنصرية قومية. فلذلك لما كتب تاريخ تركيا المعاصر بهذه الرؤية كتب كتاريخ القوم العظماء المنحدرون من الشمس، ولغتهم اللغة الأصلية التي انبثقت عنها سائر اللغات، الذين يسكنون من قديم الزمان هذه المنطقة التي هي الأناضول، وأرادوا أن يصطنعوا يكونوا تاريخا يخدم الهوية
التركية ويتخلصوا من الألفاظ العربية التي دخلت إلى اللغة التركية. هذه كانت حملة في الصحف والجرائد أنه من يعرف بديلا عن هذه اللفظة يرسله إلينا، فيعني ينبش اللغات واللهجات المحلية لكي يتخلصوا من اللغة الأصل، اللغة التي تعبر عن الهوية الإسلامية. صح. ستجد هذا في كل دولة، في كل دولة. يعني مثلا في المغرب العربي الصراع القائم بين هوية العرب والمسلمين وبين الهوية الفرنسية. صح. ستجد من يريد أن يجعل الجزائر قطعة من فرنسا، فإن لم تكن قطعة فلتكن تابعا لفرنسا. صح. وفي مقابلهم من يريدون أن يرجعوا الجزائر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. صح. وأتذكر يعني مما قرأته في تاريخ الجزائر، كانت أول خطبة بعد الاستقلال هي خطبة البشير الإبراهيمي لو لم تخن الذاكرة، وكان يقول يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت لك. فهذا هذه تعبير عن الهوية. صح. على كل حال، فهذه الدول سوقت نفسها لشعوبها من خلال سيطرتها على أجهزة صناعة الوعي، التعليم والإعلام والثقافة. وصار يعني معركة السلطة، تعرف أنت السلطة دائما قوة تجذب إليها الطاقات. صح. فحتى الطاقات العلمية تكتب تاريخا على هوى السلطة، تكتب تاريخا يوافق ما تريد السلطة، تكتب تاريخا يوافق الهوية الجديدة التي تريد أن تصنع. ومع تطاول الزمن ينشأ جيل يعتقد أن هويته هي هذه الدولة القطرية الصغيرة، وينسى أو حتى يكره هذه الهوية الأممية الجامعة. صح. رغم أنه هذه الهويات القطرية هي أصلا عنصريات. صح. لأنه أنا لم أختر أن أولد في مصر، أنت لم صح. تختر أن تولد في الجزائر. صح. فكيف اعتزاز الإنسان بما لم يختره نوع من العنصرية. صح. بينما الدين هو فكرة، هو يقين واعتقاد فترة. وهو أيضا اختيار. صح. يعني يمكن للإنسان أن يغير دينه، يمكن، لكن لا يمكن للإنسان أن يغير جنسه أو عرقه أو دماءه أو موضع مولده أو نوع أبيه وأمه. صح. فلأجل هذا الإيمان الهوية الدينية هي هوية إنسانية، لأن الدين أمر يختاره الإنسان ويعتنقه، بينما الهوية الوطنية هي هوية عنصرية أرضية مادية. صح. لم يختارها، أشبه بالوثنية، أن تجد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. صح. ولدنا جزائريين فصرنا مخلصين للجزائر، ولدنا مصريين صرنا مخلصين لمصر، وإذا تعاركنا في مباراة كرة صح. انتشبت بيننا الحروب. هذا كله من يعني من السفه والسخف الذي يعني الذي لا يروج في بلادنا إلا في ظل هذه الهزائم الثقافية. طيب أستاذ، ألم تظهر محاولات للتحرر من هذه يعني التبعية إن صح التعبير، وهذه الأفكار التي تمزق الشعوب العربية وتمزق هويتهم الأصلية؟ أستطيع أن أقول إنه تاريخ 200 عام الماضية هو تاريخ المقاومة، تاريخ محاولة الاستعمار والاحتلال، فرض هذه الهويات علينا، وتاريخ مقاومة الشعوب لفرض هذه الهويات عليها. هذا ما حدث. ولذلك لا تكاد تمر 10 سنوات إلا وتجد بلدا من بلاد المسلمين تضطرب. صح. لا تكاد تمر، والاضطراب يكون في أصله هذا النزاع الذي بين العلمانية والإسلام، أو بين الهوية الإسلامية الدينية وبين الهوية القطرية المفروضة عليها. صح. ويعني ما تزال الأمة حتى الآن لم تحقق النصر، لكن لا تزال المقاومة مستمرة، وكلما هلك جيل جاء جيل آخر يعيد سيرة أجداده. وحتى هذه الثورات العربية هي نوع من هذا التمرد على هذه الهويات المفروضة عليها. وحتى الشباب في الثورات كانوا يرسمون أعلام وخرائط الوحدة العربية التي تجمع بين مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن. فمسألة الوحدة مسألة عميقة جدا في نفوس الأمة، ويقولون هم في ميدان التحرير أو في الساحة في تونس، يقولون الآن اقترب تحرير بيت المقدس. صح. يعني الواقع أن الأمة تستشعر، ولذلك الحكام أيضا يخافون، لأنهم يعرفون أن هذه الأمة أمة واحدة، وإنما قسموها بالقصر. فتجد
الأنظمة التي في الخليج تخشى من الثورات، والأنظمة التي في المغرب تخشى من الثورات. لماذا؟ لأنه هذا شعب واحد سريع التأثر بنفسه. فالحقيقة أنه تظل، والآن نحن مثلا في هذه اللحظة في تركيا، وتركيا تجد فيها كثير من الجنسيات العربية، ما أسرع ما يلتقي ويتحاور ويتعاون المصري والعراقي والجزائري والشامي، وهذا لا يحصل في الجنسيات الأخرى، لأن الأمة لا تزال تشعر بأن هويتها واحدة وجامعة، وأن هذه القسمة قسمة مفروضة عليها لم تختارها، ولا تزال محاولات المقاومة مستمرة وستظل مستمرة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ، ما هي أول خطوة للتغيير، ومن يغير يعني هذه الدول من دول وظيفية إلى دول مستقلة يعني بذاتها؟ أول خطوة للتغيير هو شدة التمسك بالدين. شوف، الإنسان الذي يقرأ القرآن يوميا يكون عنده القرآن هذه الهوية التي أحدثك عنها، لأن القرآن يكون التصور الإسلامي. فالمسلم حين يقرأ القرآن يعرف نفسه، يعرف هويته، ويعرف إخوانه الذين آمنوا، ويعرف أهل دعوته الناس الجاهلين أو الناس الظالمين، أو ويعرف أهل مقاومته الأعداء، ويعرف من الذين يتأمرون عليه. هذه المعرفة هي معرفة ضد كل ما تريد دول الاستعمار والاحتلال وأتباعهم من الأنظمة المحلية أن تفعله. فبقدر ما تمسك المرء بحفظ القرآن وقراءته والالتزام بالصلوات، بقدر ما كان مقاوما لهذه الهوية المفروضة عليه التي تجعل دولنا دولا وظيفية. ولذلك نتذكر يعني بعض من كان يدرسنا الإدارة كان يقول إنه المؤسسة تنجح إذا كان هدفها الاستراتيجي واضحا لأكبر قدر من العاملين فيها. يعني كل ما كان الناس حتى في القواعد تعرف هدف المنظمة الاستراتيجي، كل ما المنظمة تنجح. ستجد هذا في الإسلام بما لا يمكن أن تجد مثله في غيره، لأن الإنسان الموجود في زاوية في أقصى صحراء موريتانيا أو في زاوية في أقصى صحراء إندونيسيا، كلاهما يصليان ويقرآن القرآن ويصومان رمضان ويحتفلان بالأعياد، وقد يلتقيان في الحج معا. يعني العبادات الشخصية لا تزال تحافظ على الهوية الإسلامية الجامعة. لذلك كان هانوتو، كان وزير الخارجية الفرنسي في مطلع القرن العشرين، كان يقول نحن لن نستطيع أن ننتصر على المسلمين إلا إذا هدمنا الكعبة ومحونا القرآن، لأن الكعبة الحج هذا مؤتمر سنوي ضد كل ما يراد للأمة الإسلامية أن تفعله، ويذكرها بما يراد لها أن تنساه. يذكرهم بأخواتهم ووحدتهم وقبلتهم ونبيهم وعدوهم، ويجتمعون في زمان واحد ومكان واحد وبالمساواة التي بينهم، وهذا يراد للأمة أن تنساه. يراد للأمة أن تتقسم أعراقا وألوانا ولغات، ويراد للأمة أن تنسى عدوها وتنصرف إلى ما بينها. فالقصد أن كل تمسك بالدين هو لبنة في طريق المقاومة، حتى يأتي، وهذا هو الواجب، أنه كل من علم ينبغي أن يؤكد على هذه المعاني بما لديه من علم، وكل من كانت يعني أن الله تبارك وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم يعني كل طاقة يبذلها، طاقة علمية، طاقة دعوية، طاقة قتالية طبعا في لحظات الجهاد، طاقة سياسية، طاقة إدارية، طاقة ثقافية، وأموالهم. من لم تكن لديه هذه المواهب فيجب عليه أن يدعم أهل هذه الثغور كلها بالمال. فالأمة يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا سمع مقالتي فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني المسؤولية تصل إلى المسلم أنه إذا سمع حديثا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤديه ويبلغه، فلعله أن يثمر عند الذي بلغه أكثر مما يثمر عنده. صح. فلأجل هذا هذه مسؤولية عامة، وطبعا لا شك أن أكبر المسؤولين هم الذين يملكون القرار
وبقدر ما تخف يعني بقدر ما عظمت مكانة المرء وقوته ونفوذه بقدر ما عظمت مسؤوليته وعظم حسابه أيضا. صح. انقص. طيب في آخر ختام هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا، لماذا هذه الأمة الأمة الإسلامية والعربية لم تستطع تحريك القضية الفلسطينية أستاذ؟ نعم، لأن هذه الأمة يعني نجح فيها الاحتلال قبل أن تنشأ فيها إسرائيل. ما كنا نتحدث عنه في هذه الحلقة خلاصته في مسألة فلسطين، كيف أن هذه الأمة مفرقة وممزقة ويراد أن تصنع لها هويات تصرفها عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وبينها من النزاعات والمعارك، أقصد بين النظم يعني بين النزاعات والمعارك ما يمنع المتجاورين أن يلتقيا ويتعاونا على مشترك بينهما في صالحهما، بل قد تجد كلاهما يمول الحركات المتمردة والمعارضة في الدولة الأخرى. فكل هذا هو مصنوع لكي يعني يسلب قدرة هذه الأمة على أن تتحرك في قضاياها الجامعة التي في مقدمتها قضية فلسطين، لأنه مهما تركت فلسطين للفلسطينيين فلا يمكن أن تنجح ولا أن ينجحوا في تحريكها. إذا كانت إسرائيل التي هي في ميزان القوة أقوى من الدول العربية المجتمعة، صح، لا تملك أن تستقر إلا بحبل من الحضارة الغربية، بحبل من أوروبا ومن أمريكا وأيضا من روسيا ومن الهند ومن الصين، وهي تسعى في ذلك كله. فكيف يقال للفلسطينيين أن هذه قضيتهم وأنها توكل إليهم وأننا يعني أفرغنا أيدينا منها؟ صح. هذا غير ممكن. يعني لا، قضية فلسطين لا يمكن أن تحل إلا في سياقها الإسلامي، لا يمكن أن تحل إلا لأن 1.5 مليار مسلم يعتقد أنها آية في كتاب الله، آية في كتاب الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لولا هذه العقيدة والقناعة لذهبت قضية فلسطين، ولذلك المسلمون ذهبت منهم مساجد وبلاد، يعني الأندلس كلها سقطت. صح. كثير من البلاد الإفريقية، كثير من البلاد الروسية. صح. تدري المسلمون كانوا وصلوا إلى حدود موسكو. صح. الشيشان. نعم. كثير من هذه البلاد سقطت وخرج منها الإسلام. المسجد البابري في الهند ما هو أحرق وهدم، ومع ذلك لماذا تظل قضية الأقصى بعينها هي التي تشتعل هذا؟ لأنها تملك هذه القداسة الدينية، أنها آية في كتاب الله. فلذلك لن تستطيع الأمة تحريك القضية الفلسطينية ولا تحرير المسجد الأقصى إلا إن عادت أمة واحدة وكانت قضيتها هذه القضية المركزية المستمدة من قدسيتها الدينية. بارك الله فيك أستاذ محمد، سعدنا كثيرا لاستضافتك اليوم، نلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأنا سعدت، هذه لعلها أول مرة مع قناة جزائرية، وأهل الجزائر أحباب إلينا يعلم الله، يعني بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ محمد، شكرا جزيلا. بارك الله فيك مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذا العدد، نلقاكم في العدد القادم إن شاء الله، في أمان الله.